يعني البرامج المشاريع الكتيرة اللي بيتم تنفيذها على يعني مدار الفترة الأخيرة، زي بنتكلم على أمراض كتير واتكلمنا أبرزها فيروس سي، ده مهم جدا إنه يكون في اهتمام بالغ كمان بالأطفال، أطفال المدارس اللي بدأنا أول امبارح الكشف عليهم زي ما قلنا، وده من خلال حملات قومية تانية، الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، ودي بالمناسبة عدد كبير جدا من الأطفال وطبقا لإحصائيات بيتم اكتشاف إنهم بيعانوا منها. عشان كده كان في تحرك من وزارة الصحة، وده اللي أعلنت عنه وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة بتستعد لإطلاق نسختها الرابعة بين تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية في كل محافظات الجمهورية على مرحلتين، وده برضو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية. الحملات السابقة حققت نتائج إيجابية جدا، ونجحت إنه هذه العدوى أو الإصابة بالطفيليات المعوية ما بين تلاميذ المدارس ما تزيدش. الفكرة إن أنا بجد ما ببقاش قادرة أستوعب الناس دي عايزة مننا إيه. إحنا مهم يا جماعة ندور على الأطفال في المدارس اللي عندهم سوء تغذية وسمنة، مهم جدا، عشان احنا المفروض مش هننتظر، وده الصح، لما يبقوا كبار وشباب وفي سن مراهقه وبعد كده نبتدي نقول طب تعالوا نعالجكم من الحاجات اللي موجوده عندكم من انتوا صغيرين. تعالوا نشوف مع حضراتكم بعض المعلومات عن هذه الحمله ونرجع نكمل.